الأخ العزيز الرئيس رجب طيب أردوغان سلمه الله أصحاب المعالي والسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود بداية أن أشكر فخامتكم على كل ما لقيناه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، كما أبديتموه من مشاعر أخوية صادقة. وقد تشرفت بتلقي توجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بقيامي بهذه الزيارة لبلدكم الشقيق، ونقل تحيات حفظه الله لفخامتكم وللشعب التركي الشقيق، وأن أنقل لفخامتكم تأكيده على حرص المملكة على تعزيز الشراكة الاستراتيجية لبلدينا الشقيقين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، وأنني أشكر فخامتكم على تفضلكم بتقليدي بهذا الوسام الذي اعتبره رمزا للصداقة والأخوة الراسخة للجذور بين بلدينا الشقيقين بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وقيادة فخامتكم. وأنه لمن بواعث ارتياحنا تطابق وجهات النظر بلدينا حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية. وأننا إذ نعلم مرة أخرى عن ارتياح المملكة لتجاوز بلدكم الشقيق بقيادتكم أزمة المحاولة الانقلابية الفاشلة ولله الحمد، ونؤكد على وقوف المملكة إلى جانب بلدكم الشقيق الذي تحرص المملكة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على أمنه واستقراره. شكرا فخامة الرئيس مرة أخرى، وأدعو الله أن يديم على بلدينا أمنها واستقرارها وازدهارهما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.